مشاهدينا أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج نص ضربة مع جدية، البرنامج اللي عودكم دائما أنه يسلط الضوء على جوانب مختلفة في نجوم الكورة والفن والرياضة والثقافة وكل النجوم في مجتمعنا السوداني. قبل أن نتعرف على ضيوفنا من خلال بطاقتنا التعريفية المعهودة، دعوني أرحب بأعضاء لجنة التحكيم الدائمة معنا، الأستاذ كمال أفرو. أهلا ومرحبا بك. أهلا وسهلا، كل سنة طيبة. يا مرحبا أستاذ حج خليفة. أهلا بك. أهلا بك أستاذ يزيد. دكتور بخير. وأنت بخير. دكتور فيصل مرحبتين. أهلا وسهلا. مرحبا. وأيضا الشيف الجميلة رانيا، كل سنة وانت طيبة. انت طيبة حبيبتي. وأيضا الفرقة الموسيقية المصاحبة معنا طيلة شهر رمضان. مشاهدينا، ضيوف اليوم من مجال الساحرة المستديرة بامتياز، قدموا الكثير لهذا الوطن الجميل وأحرزوا العديد من الكؤوس الجميلة في ذاك الزمان. أنتم وأنا، دعونا نتعرف على ضيوفنا من خلال هذه البطاقة التعريفية. كابتن عصام ملاتيني في ضيافة نص ضربة مع جدية، ومتحدي رفيق الدرب جمال أبو عنجة، وحاضر أبو النهاردة. جمال أبو عنجة، مرحب في نص ضربة مع جدية، وغيبنا التحدي مع الأخ عصام بلاتين إن شاء الله. إذن مشاهدينا، ضيفي هم من نجوم الكورة الساحرة المستديرة التي تخلب العقول والقلوب. أيضا هم نجوم تميزوا في مجالهم وما زالت لهم تلك البصمة الجميلة. إذن دعوني أرحب بالكابتن الأستاذ جمال أبو عنجة، لاعب المريخ السابق. أهلا ومرحب بك. مرحبا. السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلا ومرحبا. رمضان كريم، كل سنة وإنت طيب. إن شاء الله يا رب. وأيضا ضيف الآخر نجم لا يقل وزنا، دعوني أرحب به، الأستاذ الكابتن عصام بلاتيني، لاعب الهلال السابق. أهلا ومرحبا بك. سلام. أهلا، كل سنة وانت طيب. رمضان كريم. تصوم وتفطر على خير. السلام عليكم. الله يسلمك. انتوا ثلاثه قاعدين مع ولا معنا مرة، يقول عليكم السلام. يعني يبدو انه كفاءه الحلقه ابتدت من البدايه. الان انا بين نجوم متميزين في مجال الساحره المستديره، ابلوا بلاء حسن، قدموا الكثير، اجتهدوا، اثروا القلوب والعقول، حصدوا العديد من الكؤوس لهذا الوطن الجميل، ويقال ذاك العصر هو العصر الذهبي. حقيقي كان عصر مميز، لانه يعني جاءت البلد كلها كان في ظروف مهيئة لنا تستقبل شيء جميل. الحمد لله على أنه عصرنا ذاك العصر الذهبي، وأنا ما عايز أقول أنه ما حيتكرر، لكن أمل أنه يتكرر عشان يفرح الشعب السوداني من جديد إن شاء الله. إن شاء الله يا رب. طيب، أنا عايز أعرف علاقتكم بالمطبخ. دائما لعيبة الكورة عندهم علاقة وثيقة جدا بالطعام، وهي طبعا علاقة صحية لأنه بتبذلوا الكثير من الجهد والطاقة في الميدان. لكن هل بتعرفوا تطبخوا؟ يعني حصل مرة دخلت المطبخ بلاتيني؟ والله بخش، لكن ما بالحيل كده، يعني حاجات بسيطة 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 كده. حصل طبختها؟ طبختها اي. القطر قام؟ لا، احترفت انا في سلطنة عمان، وكنت بطبخ برا يعني. في السفر فقط؟ هاي. طيب، الطبيخ والسفر والكورة بشكل لك حاجة؟ والله الغذاء بالنسبة للرياضي يمكن 70% من أدائه في الحياة، يعني غذاؤه جيد معناه كرته جيدة، معناه تفوق، ومعناه أشياء كثيرة. فدخلنا المطبخ زي ما قلت، وفي الغربة وفي السفريات الأفريقية كثير. صادف يوم في الكاميرون طبخنا لحمة كده، أجارك الله، كانت حق القري. فبعد شوية اللي داري الكام معانا لما نكل قال لي يا أخي اللحمة دي يا أخوانا طلعت لي في صدري. المعانا قال له بتطلع في الشجرة ما تطلع في صدرك. أخواننا بالكاميرون بيحبوا لحمة القرود دي، يعني إحنا جبناها بالغلط يعني. وكانت طعمة؟ لا، كانت طعمة وجميلة. أغلى وجبة حسها الراس القرود ده في الكاميرون ب$13 ده. وحسيت بأنه طعمه لذيذ. والله لحد الوقت ده كان ما كنت متأكد. لكن حاجة كده فنانة، والحيوانات دي كلها طبعا
لها مزاغاتها المختلفة المختلفة على حسب طبايع البلد يعني. يعني أنا لاحظت إنه الرجال يدخلوا المطبخ دائما في الغربة، لكن اليوم هندخلهم المطبخ ويتنافسوا في إعداد الوجبة دي تحت إشراف الشيف رانيا. يعني علاقة الرجل والغربة والمطبخ ليه وثيقة؟ يعني هل لأنه غياب حواء مثلا سيدة المنزل يا أستاذة حجة؟ طبعا لو ما كان اضطر ما كان دخل، بخش دخل بكون دخل مضطر إنه يدخل عمل لي حاجة عشان يأكل. وعشان كده إحنا حاولنا إنه نخوض التجربة دي مع بعض. مرحب. مستعدين نفسيا؟ مشهد بيت أم هارب مزاج خميس الجمعة أبويا يبدو عايزين تسفروه يعني. أكيد بلاتيني شكلك طباخ يعني غايته الرز. الرز الرز على فكرة صعب جدا. صعب أنا في الرز يعني خبير لأنه باكل كنت الرز هناك. معناه أنت طباخ؟ والله ما كب المويه وتحط الرز و وبس وخلاص لما نشب المويه بعدها خلاص نجط. طيب يبدو انه اليوم حتكون المنافسه دي هلال مريخ مريخ هلال، والميدان يح ميدان. وقبل ما تدخلوا الميدان ونحسم الموضوع ده، رانيا وجبه اليوم هي شنو؟ الليله وجبتنا وجبه بسيطه جدا بس من الوجبات المهمه في رمضان، لانه الناس دايما بتحب الحاجه الحلوه لانها بتكون صايمه وفارده سكريات. فاخترنا الليله اول صنف لنا هيكون السكسكانيه. ف ضيوفنا يتفننوا، عندها كم طريقة، كل واحد يعمل لنا بالطريقة اللي بتقوم بتعجبه. احنا مكوناتنا قدامه وهم يشوفوا يختاروا الكيفية اللي عايزين يعملوا بها السكسكانية بتاعتهم. يبقى السكسكانية هي طبق يعني من طبق من أطباق الحلويات الجميلة والمحببة واللي بتميز بها السودان. يعني أنا ما أعتقد إنه في شعوب تانية بتاكل سكسكانية غيرنا. هي بتتعمل كيف يا حجة اصلا يا استاذ؟ انا شفتها برا، لكن انا شفت عملتها سكسكانية، لكن خدتها خدتها مع المكرونات عملتها سكسكانية. اسمع سمحة بالليل في السحور طبعا طبعا نتذكر بالليل احنا زمان صغار بيكون السحر وخلوا بقى بنقوم نتنافس فيها الصباح. جميله جدا السكسكانية احنا اكله اصلا. هي يقال انها بس دي مستورده ولا محليه؟ لا محليه اصلا. هي السكسكانيه سودانيه اصلا ما غيرها اعتقد كده. ولا ما السكسونيا السفلى؟ لا ما اعتقد ده بيكونوا شالوا الاسم مننا ساكت. طيب انتوا الان مستعدين ان شاء الله نفسيا عشان تدخلوا المطبخ ونتنافس في الوجبه دي ان شاء الله؟ انتوا حتخشوا المطبخ وتجهزوا لنا اجمل سكسكانيه بطعم الهلال والمريخ وتلك الكؤوس الجميله. لكن مشاهدينا نطلع فاصل ونرجع مره ثانيه. مشاهدينا اهلا ومرحبا بكم مره ثانيه. وزي ما شايفين انه الكباتن الاثنين داخل المطبخ ابو عنجة وبلاتيني بكامل الاستعداد النفسي ولا لا انا ما عارفه. طيب وجبه اليوم انت ذكرتي انها سكسكانيه، مكونات شنو؟ مكونات السكسكانيه السكر، جوز الهند، عندنا كستر، قشطه، زبيب، ملح، قرفه وهبهان وحبه فانيليا. في ناس بتعملها بالسمنه وفي ناس بتعملها بالزيت او بتخلط الزيت بالسمنه. الزيت ممكن نستخدم زيت كنوز لانه متعدد الاستخدام وبطعمه في الاكل حلو. فليكم الخيار، كل واحد اختار عايز يعملها لنا ساده او يعملها لنا مثلا بالمكونات الثانيه بالحليب. بلاتيني شايفك متوتر. انا عملها بالحليب. عملها بالحليب الساده ده اجمل منه ما في. بلاتيني يعني الاسم اسم متميز، من وين جاك اللقب وكيف اخترته انت او اختاروا لك؟ والله طبعا كنا صغار، شوف صغار يعني في الحله بنلعب، بعدين الوقت ده كان ميشيل بلاتيني غايد منتخب فرنسا كان في مجده. انا كان عندي شعر كده يعني حاجه كده زي بلاتيني. فالناس بدو بلاتيني 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 وقامت الاسم مسك فيني لحد الان. لحد الان والله. بعد ما حلفت قلت العاب، انت قلت العاب زي بلاتيني. احنا شو احنا جاهزين؟ انت قلت العاب زي بلاتيني. والله يا استاذ انا اساسي شاب حلو، لكن يعني الواحد طبعا ما بيقدر يصل لميشيل بلاتيني. لكن كنت يعني في السودان العاب. لا الحمد لله يعطيك العافيه، الشهاده منك جميله والله. ابو عنجة الاسم هل لانه ارتباطك بالمنطقه ولا جا من وين كمان؟ والله ارتبط بالنادي جيت منه بحكم انه فريق ابو عنجة
كان عمل على تسجيلي في نادي المريخ المرحوم كمال عبد الوهاب زول أسرى الملاعب السودانية، وبعد ما اعتزل هو حب يقدم لاعب من الفريق اللي هو كان فوقه، فضبطت على كلمة جمال بعنجة كانت خفيفة في اللسان هو مشت، وده يعني اللغب ده انت بتختار بيفرض عليك. حاولت تعارضه بيثبت عليك أكثر. والمهم مشت يعني، وأسوأ ما في اللغب انه بنسي الناس اسم أبوك. صحيح مهما قالوا الاسم الحقيقي ما بتعرف عليك الا من خلال اللغب، حتى انت بتقدر صحيح انت بتوصل للناس من خلال اللعب اللغب طبعا بالتاكيد. يعني الان انت ذكرت انه اللغب جاك من النادي اللي كنت بتلعب فيه، علاقتكم الان بالنوادي اللي انتوا كنتوا بتلعبوا فيها واللي كنتوا منتمين لها واللي حققتوا فيها يعني كؤوس مباريات كبيره جدا، كيف علاقه اللاعب يعني الرعيل الأول بالنوادي الآن؟ والله بكل أسف يعني الأندية الكبيرة بالذات ما بتعمل على استيعاب جرعة القدام اللاعبين دي، لأنها بتكون فيها مناوشات كده بتاعت سياسة، شغل انتخابات، شغل ميول انت مايل على وين، فدي الجانب السيء في القضية. لكن الجانب المفضل زي ما بنشاهده في الأندية المصرية مثلا انه بتم الاهتمام جدا بقدام اللاعبين لأنهم هم النواة اللي بتبني عليها أساس كرة القدم في المنطقة، فدي بتتطلب إنه الإعلام ذاته لازم يركز على إنه أصحاب الصناعة هم اللي لازم يكونوا في الشغلانة دي. ليه؟ لأنه هو أدرى بكثير من الأشياء. صحيح. وده بتطلب إنه يتم سؤاله في كل صغيرة وكبيرة بما فيها الانتدابات الفنية، بما فيها الأجهزة الفنية، بما فيها التحليل الرياضي، ده كله بساعد من الزول المتلقي المشاهد يعرف إنه الزول ده متابع تفاصيل ناديه وبيخلص له وحتى وهو بعيد منه. فدي النقطة المفروض تركز فيها، حاسس لو قعدت تدعيني عن الناس اللي حوالين كرة القدم في جزء كبير منهم ما عنده علاقة بها. فنحن ندعو الناس كلها فينا تهتم بقدام اللاعبين لأنه ده الأساس اللي اتبنت عليه الشغلانة كلها. بالتأكيد. الجماهير دي كلها بتخش عشان تشاهد اللاعب. بالتأكيد. كما أسرع كلاعب لازم يسري كمدرب، كازي يسري كمحلل. اللاعب يحصل يعني الناس ما تحمل أدوارهم في الحياة الرياضية إن شاء الله. ما في شك. بلاتيني الكلام ده بينطبق عليك، علاقتك بالنوادي هل هي علاقة متقاربة متباعدة؟ الحاصل فيها شنو؟ والله متباعدة. الواحد طبعا مع ظروف الحياة والحياة المعيشية بعيد من الحتة بتاعت انه يمشي النادي ويتابع، يعني بقى مع جاري ولا لقمة العيش. يعني ابو عنجة ذكر الان علاقة اللاعب القديم بالنادي هي بتعتمد على سياسة النادي. بالتأكيد اذا كان علاقته كويسة مع النادي ترايد اون بيستمر. إذا كان لاعب تربل ميكر عنده مشاكل في النادي ما بيستمر. إذا كان لاعب غير مثقف ما بيستمر. ودي حقيقة. لكن قلت لك المكان الوحيد بتاع قدام اللاعبين هو إدارات الأندية وإدارات الأندية. لكن بكل أسف معظم اللاعبين بتاعين القدامى ما بيتطلعوا للقصة. واحد ما ينتهي النادي علاقته بالنادي بيخلي النادي بيمشي. هي علاقة مرحلية يعني. بالتأكيد. ما لم تكن عندك علاقة شخصية مع الإدارات. يعني العلاقة الشخصية هي اللي ممكن يعني كما لاحظوا بالي جمال بعنجة حتى لو مشى حس ده اللي بيحصل الآن. حتى جمال بعنجة لو في بيتهم كما لاحظوا جمال بعنجة يقول تعال ابقى مدرب للفريق، هذا الرئيس لما يلعب جمال بعنجة جمال بعنجة بيكون عنده حظ بالرغم من ممكن تكون الخبرات اللي عنده واللي ممكن يستفيد منها الفريق كامل، لكن إذا ما نعرف الإداري أو الناس اللي حوله ما بيجي جمال. طيب لماذا ما يكون إنه في هناك يعني اجتهاد من الإداريين للبحث عن هذه الدولار مثلا؟ الغرض من الكمال يا رئيس كمال او الغرض من الكلام عن تاهيل قدام اللاعبين في انهم يكونوا لهم وجود، يعني زي ما نجحت الكاميرون في تعيين ايتو كرئيس الاتحاد ده كله كان له بصمته وله وجوده في انه خبراته كلها بعملك اداري وبعملك فني في انه يراقب في انه يتابع العمل الحركه التدريبيه ذاتها عمليه تصنيفها، يعني الزول لما نجي يقول لرئيسك ايتو يكون له المفخره بتكون غدوة للاعبين في انه ده التطور الطبيعي. المدرب بتاع الفريق كان سونغ بتاع المنتخب الكاميروني، فدي كلها اشياء انا دار اغود بها الحديث في انه اللاعب ده ما يتم الاستغناء عنه، بالتالي خبرات كبيره جدا بس نعمل على تاهيله او تهيئته لهذه المناصب الاداريه. العمل على تاهيل اللاعب واللاعبين ايضا الان
يعني الحديث عن الاستفادة من قدام اللاعبين والإدارة حديث يطول، عشان كده حنستمع لأول لحن في هذه الحلقة من الفنان الشاب معز صلاح والدلهبوب. أهلا معز، ازيك؟ رمضان كريم، تصوم وتفطر على خير معز؟ انت شكلك ما وتهبوب. لا وتهبوب. وانت داخل شكلك ما كان وتهبوب. طيب علاقتك بالمطبخ شنو؟ انت من الفنانين الشباب اللي دائما استاذ كمال بتقول هم بيعتمدوا على الوجبات الجاهزة. والله المطبخ ده انا دائما بخشه مع الوالدة، يعني بخش مع الوالدة وبساعدها، لكن برأي كده ما يعني، بس بتساعد. اي بساعد الوالدة. علاقتك يعني خفيفة جدا بالمطبخ. خفيفة جدا جدا. طيب وعلاقتك بالغنى اكيد جميلة، واحنا حنسمع منك اول لحن ان شاء الله بإذن الله. العسل هوي نشفت ريقنا، السمحة يا ذهب الخزان لتشبه الموز في جناين، سمح يا ذهب الخزاين لتشبه الموز في جناين، تهموني بك أنا قالوا خاين، تهموني بك أنا قالوا خاين، تهموني بك أنا قالوا خاين، أنا ما سرقتها بس جيت عاين، سمح يا فريقنا العسل هوي نشفت ريقنا، السمحة يا ذهب الخزاين بتشبه الموز في الجناين، السمحة يا ذهب الخزاين بتشبه الموز في الجناين، تهموني بي قالوا خاين، تهموني بيك أنا قالوا خاين، تهموني بيك أنا قالوا خاين، أنا ما سرقتها أنا جيت عاين، السمح يا سمح نوارد فريقنا العسل نشفت ريقنا، ترجمة
الهلال حاج بك مدور قادر الله خليك يصور زي الهلال حاج بك مدور قادر ربي ليك يصور لجمال طبيعي حقيقة ما مزور جمال طبيعي طبيعي حقيقة ما مزور ده جمال طبيعي حقيقة ما مزور يلبيك فريقنا يالحلو نور سمحة يا سمحة نوارد فريقنا العسل هوي نشفت ريقنا الهلال حاج بك مدور قادر الله لك يصور زي الهلال حاج بك مدور قادر الله لك يصور جمال طبيعي حقيقة ما مزور كجمال طبيعي حقيقة ما مزور جمال طبيعي حقيقة ما مزور قادر الله خليك يصور السمحة يا سمحة نوارد فريقنا العسل هوي نشفت ريقنا السمحة يا نوارد فريقنا العسل هوي نشفت ريق يا العسل هوي يا العسل هوي يا العسل السمحة يا نوارد فريقنا يا العسل هون نشفت ريقنا يا سلام يا سلام يا معز يعني أداءك رائع وصوتك جميل وأنا شخصيا يعني استمتعت الله يديك العافية تسلم عزيزي يعني والغنية شغالة أنا شامة ريحة زكية وجميلة ومشهية ما عارفها هي ريحة بالتأكيد ما عارفة هي بتاعت منو لكن مشاهدينا نطلع فاصل ونرجع مرة تانية مشاهدينا أهلا ومرحب بكم مرة تانية وزي ما قلت أنا قبل الفاصل وشايفة يعني الكباتن الاثنين أبو عنجة وبلاتيني مجتهدين وشام ريحة جميلة لكن يعني أبو عنجة عايزة أرجع بك وإنت الفارس في ذاك الزمان لكؤوس يعني كانت هي مسك الختام كأس أفريقيا كأس كؤوس أفريقيا وكأس مانديلا وسيكافا وأيضا دبي والله الرجوع للكؤوس دي يعني برجعنا للزمن زي ما قلت جميل أسست لنا الحياة فيه كوكبة من الإداريين عليهم رحمة الله حاج شاخور حاج زيدان حاج التوم حاج زروب
كمية من الحجاج كان همهم الأكبر إنه نكون في أفضل حالاتنا وبنأدي أفضل أداء، وده ربطنا بالمريخ في إننا نتواصل مع هؤلاء الحجاج، وواصلوا الرحلة معانا لحد ما حرزنا آخر كاس اللي هو كاس مانديلا، وده كله بيروح هؤلاء الأرواح الواحد ترحم عليهم لأنهم كانوا هو السبب في نجوميتنا دي. يعني يعني كأس مانديلا أو كأس كؤوس أفريقيا كان كأس عنده يعني وقع مختلف، حتى الخرطوم كلها طلعت وشاهدت الكأس وهو محمول وإنتوا جايين بالطيارة حاملين الكأس والنصر. والله بالحقيقة كان فرح كبير، يعني كونه أنه كل الشعب السوداني كان بانتظار هذا الفرح. يعني والله ما أكذب إني يعني حتى أخواننا في نادي الهلال الندة التغليدي للمريخ وجدت معظمهم كانوا في استقبال هذا الكأس، يعني كفرح صحيح لكل الشعب. يعني صحيح، فده بدو لأنه الرياضة ممكن تقود الناس لفرح عام يعني يعم الجميع، ونزل الله في أنه يعني الرياضة تكون دائما رسالة للسلام وللمحبة بين الناس، وتكون هي المتنفس الطبيعي للمجتمعات الرياضية إن شاء الله. طيب أنا من السؤال ده تحديدا عايزاك تحكي لي المشهد في ذاك الوقت، لأنه يقال أنه الطيارة لفت سما الخرطوم والناس كلها كانت طالعة وإنتوا مشيتوا على القصر الجمهوري وسلمتوا الكاس وكان عرس يعني وطني، فعايزاك تحكي لي المشهد ذاك لأنه الأجيال دي ما بتعرف عنه حاجة، يعني أحكي لي المشهد تحديدا. والله هو التدرج الطبيعي بتاع الكاس ده يمكن بدأت في عملية نشأة الفريق ذاته اللي هو بدأت إنجازاته في مطلع الثمانينات اللي هو 86، كانت بدايات متعسرة في البداية اللي هي شاركنا في منافسات أفريقية اللي هي كاس الشرقي وسط أفريقيا، كان جهنا في السودان، مشينا كان في تنزانيا، ففي مرحلة وصلنا الدرجة الثالثة، في مرحلة كانت أخيرة اللي هي جاء فريق كيني هنا كان شال الكاس من المريخ، فدي كانت سبب دافع في انه لازم الكاس ده ياتي من الخارج عشان يكون الفرحة عام. وكانت الدورة المقبلة طوالي في تنزانيا، والوقت ذاك بدا العظم بتاع الفريق يتكون في انه في الفترة من 81 لحد 85 كنا مجموعة من اللاعبين بتواصل اللعب بتواصل 3-4 سنين مع بعض، حصلت درجة بالانسجام والتوافق بين الناس في انه بدينا نتطور، واحنا التيم الوحيد اللي كان بيحمل في ذلك الوقت لاعبين من الزمن الاسبق اللي هو فتره السبعينات. كان معانا الحارس العظيم حامد بريمه ودليل الضلع الاكبر كان في انجازاتنا، كان معانا المرحوم سامع عز الدين برضه من حقبه السبعينات، كان معانا عطاء ابو القاسم، كان معانا عادل امين، وديل كلهم كانوا من الجيل بتاع السبعينات. لما انجرافقوا جيل الثمانينات كانت في اضافه بين عهدين مع بعض، يعني الاحترام متبادل، الثقة متبادلة، الثبات متواصل، ودي لما تكون في فريق دائما من الصعب هزيمته صحيح، لأنه متماسك خارجيا وداخليا صحيح. فبدأ التدرج الطبيعي في أننا قدرنا نحرز كاس شرق وسط أفريقيا في تنزانيا في منطقة دار السلام، وانتزعناه من فريق الشباب التنزاني، وكان فرح كبير لأنه كان أول شيء يعني يأتي من الخارج. الكاس اللي كان تم حمله هنا سنة 70 كانت البطولة داخل الخرطوم برئاسة المرحوم جعفر نميري، الفريق القومي أحرز كأس الأمم الأفريقية هنا، فده ميزته كان إنه جاي من الخارج، إنه الجماهير كلها خرجت لاستقبال هذا الشيء لأنه كان حدث كبير في ذاك الوقت في إنه فريق من السودان استطاع أن يحرز كأس من منطقة في داخل أدغال أفريقيا يعني، ولعبنا فرق كانت فيها أندية متقدمة، فيها زامبيا، فيها كينيا، الوقت ده كل الأفريقيا كانوا في مجال الكورة. صحيح صحيح، ففعلا كان الفرح شكله كبير لأنه الجماهير ساعدت في صنع هذا الفرح. صحيح بالتأكيد، يعني بلاتيني اسم كان رنان وذهبي جدا في نهاية الثمانينات بداية السبعينات، وزاملت الكثير من الزملاء منهم السعلة بوتيغا وأيضا طارق أحمد عوض، يعني ديك فترة كانت جميلة جدا ومختلفة فعلا. يعني نفس كلام جمال، يعني الناس كانت يعني مترابطة ومتفاهمة، فكان يعني عندنا تيم كان ما شاء الله يعني. وذكر انه مفروض ان احنا نلعب النهائي بتاع افريقيا امام الوداد المغربي، لكن عدم ادراك الادارات هو السبب. يعني شاطب الادارة شطب 17 لاعب فيهم 9 اساسيين، واصل ب 13 لاعب مسجلين افريقيا، ضيع كاس الابطال من الهلال.
احنا مشكلتنا بس بقت في دارات. انا يعني حاطلع فاصل وارجع مره ثانيه اشوف كيف كان بيتم التنسيق ما بين اللعيبه في ذاك العصر الجميل. مشاهدينا نطلع فاصل ونرجع مره ثانيه. مشاهدينا اهلا ومرحبا بكم مره ثانيه، واحنا رجعنا عشان نشوف الكباتن ابو عنجه وبلاتيني وصلوا وين. وصلت وين يا ابو عنجه؟ والله وصلنا جنب خور ابو عنجه كده ان شاء الله. مربيين لنا على اشياء كده شويه، يعني ما لقيناها في مطبخكم ده زي الكوارع زي شوربه السمك بحكم المنطقه الساكنين فيها يعني. فديك بنتفنن فيها بحكم انها يعني حاجه قامت معانا منذ الطفوله يعني. بنعوم في البحر وبناكل سمك وبالليل بيتعشى بالكوارع. يا سلام يا سلام، بتتفق معاه في الكلام ده؟ بتفق معاه يعني. يعني اشعر بكم انكم ما واثقين من السكسكانيه؟ والله يعني اضافات جات للحياه السودانيه ما كانت زمان يعني. طيب ده صحن الاستاذ الكابتن اللاعب جمال ابو عنجه. مكرونه ولا شو؟ يلا بنحط. وايضا ده صحن اللاعب والمدرب بلاتيني. الصحن الان الاثنين امام لجنه التحكيم. انتوا دائما بتخطوا الناس في حته بتاعت تشوق، حته بتاعت انتظار، لانه انتوا بتكونوا في الميدان. الان انتوا في حته التشوق والانتظار، قدر شنو واثقين من قرار لجنه التحكيم ومين فيكم اللي حيكون فايز؟ اذا بديت بك يا بلاتيني. انا غايته واثق من نفسي فايز انا تماما. ابو عنجد والله انا شاك في لجنه التقييم بالذات. لأن أهل الأبي أكثر منا من رحمة. أنا عايز مسمية ما لا كل بحاكم ما بالمطاعم وما بيقبلوا رشوة على فكرة، ما بيقبلوا رشوة. لا صحان القدام أنتش ليه؟ لا بعض الرجل رشوة. نعم. جمال. طيب. جمال أنا من الخارج. طيب ما تنين ضد واحد. الآن عصام وجمال الكباتن الاثنين في انتظار اعلان النتيجه، وهي الصحن الاجمل والمذاق اروع من نصيب مين كان؟ السكسكانيه قال اضافات جديده سيد جمال، لكن السكسكانيه ما جديده، اي مناسبه سكسكانيه كان يكون فيها سكسكانيه. سكسكانيه في العرس. في العرس في الختان. ما ده هروب من اعداده. اي نعم. ايوه. طيب مين الفايز؟ على اي حال الليله تزوغت السكسكانيه الجميله، واحدة فيها الآيات السحرية حقت بلاتيني، وكذلك اليد السحرية لي كابتن جمال أبو عنجه كابتن مريخ السابق. وحقيقة السكسكانية نزلت جميل جوا الإيماء حقتنا نحن، كيف منها شديد جدا، لكن لا بد من حسم الإجابات. التزيين كان جميل والنهغة جاءت جميل واللبن والحليب كان جميل، لذلك الجائزة أو الفوز مشى طائعا مختارا الى الكابتن الكبير صاحب القدم السحريه وكابتن فريق المريخ جمال ابو عنجه. يا سلام. جمال جمال مبروك وهارد لك. وانا طبعا دائما اقول ما عندنا فايز ولا خسران في هذه المنافسه، وانما هي رساله من خلال هؤلاء النجوم. انتم وانا مشاهدينا نلتقي في نفس الزمان نفس المكان غدا. اما الان لحن الختام مع الفنان الجميل معز والدلهبوب. جر القول والشكير ليل باسل بابكير، بجر القول والشكير ليل باسل بابكير، بجر القول والشكير ليل باسل بابكير. للأسد المنفضة ويا
لي جر القداح للأسد المنفضة. أبويا مما قام براح وبحر المال احتضى للباس ما بقير بجر القول والشكير للأسد في الملام. ويا بلي جر الكلام للأسد في الملام. أبويا مما تبقى وأبوي قد حسبه السلام للباس البابكير بجر القول والشكير للباس البابكير. لا بزعل لا بضيق ولا بتغاب الرفيق. لا بزعل لا بضيق ولا بتغاب الرفيق. أيسلم أول فريق يشيل حمله بلا طبيق للباس البابكر بجر القول والشكير للباس البابكر بجر القول والشكير للباسل بجر القول والشكير للباسل 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 بجر القول والشكير للباسل بابكير.